ما يتعلق شيخنا الكريم بأعمال الحجاج في يوم القر ما هي؟ في هذا اليوم ينطلق الحجاج بإذن الله تعالى بعد زوال الشمس، نعم، كما هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليرموا الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي الخيف، فيرمي الحاج يكبر عند كل حصى بسبع حصيات، ثم يجعلها عن يساره وهو السنة، ثم بعدها يقف ليدعو قليلا، ثم ينطلق إلى الوسطى فكذلك يعمل يكبر عند كل حصى بسبع حصيات متعاقبات، ثم ينتقل يجعلها عن يمينه ويدعو، ثم ينتقل للكبرى فيرميها بسبع حصيات كذلك، ثم ينطلق ولا يدعو. هذه هي السنة. لو أنه لم يدعو، لم يقف عند الصغرى أو عند الوسطى، فالرمي صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، ومعظما لشعائر الله، معلنا لذكر الرحمن. إنما شرع رمي الجمار إعلانا لذكر الرحمن وإعلانا للحرب على الشيطان، واستحضارا لأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، نعم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.